الدوري كيتقام في قاعه بقالي ان شاء الله تدخلنا نشاركوا في هذا الدوري اللي همسي اللي دوري زعما اللي دوري في مستوى. نتمنى ان شاء الله التوفيق. انا اول مره كنشارك في الدوري هذا، عجبني لان كاين واحد العدد كبير ديال لا الجمهور ولا اللي كينشطوا، واحد العدد كبير ديال الفرق ديال الاحياء اللي كتبين المستوى التقني اللي وصلت له تطوان. وانا تفاجات كازيلي شي هذا المستوى، هذا مستوى عالي لا في التنظيم ولا في المسائل التقنيه واداريه. حتى اول مره كنشوف حتى الصحافه هكذا في الملعب. كنشكركم مسبقا، كنتمنى لهم التوفيق، وهذا كيفرحني انني نعاود نجي نلعب في الدوري هذا.